موجودين النهارده في الابيتيشن سيشن للفاينانشال اند بانكينج سيكتور، لانه احنا كمكتب بنستهدف تعاون مع البانكينج سيكتور والفاينانشال سيكتور، ونقدم لهم الخدمات اللي هم محتاجينها فيما يتعلق بالاربيتريشن والميديشن، وهو ده اللي احنا بنستهدفه من وجودنا. فاحنا بنحتفل او بنقابل النخبه اللي بتشتغل في مجال الاربيتريشن من القانونيين، وبنبدا نعرض الافكار او الافكار المستحدثه او اخر المستجدات فيما يتعلق بالاربيتريشن او الميديشن والاربيتريشن في الفاينانشال اند بانكينج سيكتور. يعني اهميه التحكيم بتكمن في وضع حلول او وضع اليات لفض المنازعات التي قد تنشا بين المتعاملين مع القطاع البنكي والمؤسسات البنكيه والمؤسسات الماليه، او المتعاملين مع المؤسسات الماليه مش شرط يكون من القطاع البنكي، ممكن يكون من قطاعات اخرى تتعامل مع القطاع المالي. مصر الانترناشونال بانكينج سيكتور مش بعيد عننا، لانه احنا يعني عندنا عراقه في الجهاز المصرفي المصري، البنك المركزي، عندنا قمم وخبرات دولية سواء في التعامل مع الجهاز المصرفي المحلي أو في الجهاز المصرفي الدولي، وجود مؤسسات مالية كبيرة دولية في مصر أكبر دليل على أن احنا advanced, more advanced، أو احنا we are يعني متمكنين أو متمرسين أو مواكبين لما يحدث على في المجال الدولي في القطاع المالي والقطاع المصرفي. أنا ما أقدرش أتكلم عن البانكينج سيكتور لأن أنا نوتي بانكر، أنا لوير، لكن أنا أقدر أوضح لحضرتك أنه إحنا متقدمين جدا في آليات فض المنازعات من الناحية القانونية للأمور المالية سواء كانت بنكية أو خدمية، وبالتالي إحنا كقانونيين نستطيع أو إحنا بالفعل بنمارس أعمالنا القانونية بمنتهى المهنية، وفي عندنا ممثلين في المؤسسات الدولية عندهم من الخبرات ما تناهض أو ما تنظم أعمال المؤسسات الدولية نفسها.